بونجور غادة، يعطيك ألف عافية. اليوم البروغرام ضوى فيك وبضيوفك. الله يخليك، ميرسي. منقول لدومينيك أنه عن جد بتستحق تاخد فرصة. دومينيك إيه؟ أكيد إن شاء الله. هلأ مبسوطة عم تعمل برومونات مرتاحة مرتاحة من القصة كلها. بس اليوم أنا هون. أهلا وسهلا فيك. ميرسي. أهلا وسهلا فيك. رح خبركم شوي أول شيء عن اليو في ألترا فاك. يعني كل ست بالبيت بتحب تنظف ويكون البيت مرتب وكل شيء، بس هيدا ما بيكفي، لأنه مثل ما بتعرفي بالبيت تتراكم الجراثيم أيام، بيكون سببها يا رطوبة، يا أما مثلا ما في وقت تتشمس زيادة البيت، أو مثلا في قطع معينة بالبيت مثل الفرشة ومثل فرش المخدات. البيت المخدات وغيرها بيتجمع فيهم كتير بكتيريا مثل السالمونيلا وغيرها، هن المايت باكس. هلأ باليو في ألترا فاك الحلو فيها أنه بتنطفي السيرفس اللي أنت عم بتنطفي فيها، بس إذا بتبرميها من ورا بتشوفي أنه هيدا الألترا فيولي، هيدا الضوء. إيه أوكي. هيدا الضوء. هلأ إذا بتدورها شوي ما تنقذوا. لا، الألترا فيولي اللي بيساعد انه انتو عم بتنطفي. اوكي. بدنا حتى يمكن نكبسها اكثر لحتى يبين. اكزاكتلي. خلينا نبرمها لعندك لحتى تبين على الكاميرا. يلا خلينا نبرمها اكثر. ايه ونكبسها. بين عندك في الالترا فيولي. هو الالترا فيولي بس تحمى بيبين عندك اللايت البنفسجي. يلي هو شو بيساعد؟ هو يلي بيقتل البكتيريا. من خلاله بنقدر نتوصل انه نتخلص على 99% من هول البكتيريا يلي عم بيعيشوا بشكل يومي. بيعيشوا بشكل يومي على الارضيه البيت، على البراده، على الفرشه، نحن مطرح ما بنقعد على عفش الفرنتشر كمان. يلي اقرب من هيك انه انت ونايمه ايام بتوعي في عندك دوخه، في عندك لعيين نفس، بتحسي كونجستشن، بتفكري انه عم بتعاني من الالرجي. هو ما بيكون هيك، هو هيدا المايتس والباجز الموجودين بالفرشه هن بيتكونوا وبيزيدوا، بيوصلوا لحديت المليونين بكتيريا موجودين بالفرشه اللي عم ننام عليها. اهلا وسهلا. يعني منطقه بكاملها بتكون عايشه عم يتغذوا من الديد سكين السلايفا، انه ايام بتعرفي تتعرض الفرشه لكثير اشياء نحن ونايمين، فما في عندك غير الالترا فايلت هو يلي بيقتل هول السطحيه. اللي حلو فيها انه كثير سهل استعمالها، يعني اول شيء في عندنا الهاندل اللي هون فيك، يعني خلينا من هون. اوكي سوري. بي علي ستبين. لا بينت انه هيفي ديوتي ما انكسرت. اكزاكتلي. سو في عندك هيدي الهاندل اللي يلي بيميزها انه بالبيت بيكون في عندك سيرفيسز واطيين، ايام في هلا طاولات الداجين كثير واطيين على الارض، سو فيها الست البيت هي عم تستعملها تمرقها لتحتها تحت التخت، فيك تشيلي كل الغبره الموجوده على السيرفيسز الواطيين والمساحات اللي ما فيك توصلي لها. والهاندل مثل ما شايفه فيك تولية قد ما بدك، وبعدين بتكبسه هون على الكبسة بترجعي بتنزليها بتتسكر. هيدا الشيء اللي بخلي اليو في الترا فاك كثير هينه انه تضبيها وتستعمليها وين ما بدك. وكمان في عندك هون تتنطفيها بتكبسي على هيدي الكبسة، في عنا فلتر هون بيتنظف. هيدا الفلتر بيتنظف، فيك بس هيك تسبحي بيه، بتكبسي على هون. بده شوي عضلات؟ لا ما بده عضلات، بده براكتس. انا بعرف الاشياء من برا لبرا، بس ما بستعمل كثير بالبيت التنظيف، بس بعرف قد ايه اتس افيشنت. ماشي، بتحطي شوي ديترجنت بقلبها مع مي وبتنطفيها بهيدي الفرشايه وبتراجعيها بس تتنشف، بتضبيها عادي. كمان فيهم الناس يطلبوا، انه المشاهدين بس يطلبوا، فيهم يطلبوها مع اكسترا فلتر. هلا هو بيضاين كثير، في روح اب تو 2 years، يعني سنتين ما بتعوزي غيرها. ما بينتزع. نو ما بينتزع، كثير هافي ديوتي، بس انه تا هيك تا يكونوا فرد مره عندهم ريشانج، اذا حابين بعدين يغيروها فيهم فرد مره يطلبوها. اوكي. هيدي هي رجعت لمحلها، في عندنا هيدا الزر من هون بتتدور. فاذا هلا اللي حلو فيها كمان انه مش كل السيرفيسز فيك توصلي لهم، لانه شوي عريضه ما هون قد ما هي صغيره. في عندك هيدا تيوب بتحطي مثل ما شايفه من هون.
بدها شويه عضلات تشديها كما تفك. ما عليها، هلا هي كمان بتعمل شوي عضلات، ما بتعمل مسكيلاسيون بنفس الوقت. بتروح على الزوايا الضيقه، مثل مثلا لما في عندك السكرين دورز او شيء من تحت في الالومنيوم ما فيك توصلينهم، بيعبي فيهم غبره، بيعبي فيهم اشياء بقايا الاكل او شو ما كان، فيك تعمليهم. هل الترافاك يو في الترافاك فيك تستعمليها على الودن فلور على كل المناطق المعقوله؟ أبداً. كتير كتير خفيفة، نفس الوقت هي الإفكاسيتي تبع بالألترا فيولي اللي بيقضع جراثيم، وبعدين اتساكس إن كتير منيح، يعني ما بتخلي ولا نقطة غبرة، حتى إنه فيك تستعمليها على مثل ما شايفة هون على هون على الكوسانيت، لأنه هو كمان بيعبوا جراثيم. أوكي. هلا هي بنفس الوقت بتكون عم بتزهر وعم تسحب غبره كثير نظيفه، فهيدا الشيء منيح قاعدين على كوسانيت نظيفه ما سحبت كثير. بس المنيح فيها كمان انه هول البكتيريا بس يعيشوا عنا بيكون يعني بيخلفوا، بيصير عندهم بيض. الحمد لله انه اليو في الترافاك بتسحب كمان الدي ان اي والبيض الصغار، يعني ما بتخلي شيء. هذا شيء كثير منيح اذا عندك بيبيز، بس تعملي فاكيوم للارض للموكات كمان بتطهر بنفس الوقت، فيك على سطح المجله او شو ما كان البراده بتطهر بتنظف ونخلص من الغبره ومن البكتيريا. كيف فيهم يحصلوا عليها باي سعر؟ سعرها $140 وبتضاين سنين. وفيهم اكيد يحصلوا عليها من خلال الارقام عم تمرق على الشاشه، ويطلبوها على الويب سايت يلي عم بيشوفوها قدامهم. هيدي بالنسبه لليو في التراباك. هلا بموسم الصيفيه في عنا هالكريم يلي عجيب اسمه بابا دو كاراكول، هو شغل هولندا، وبتعرفي بيوروب وهولندا كثير حريصين على البيوتي تريتمنتس والكريم، يعني بيعطوك احسن ما عندهم. هالكريم كثير مميز لانه بيعمل لك سوفت بيلينج، بيحتوي على الجلوكوليك اسيد، فيك تستعمليه على الوجه، على الايدين، على الجسم. اذا في عندك سكار معينه وبدك تتخلصي منها، ايام بيكون عندنا كلف، ايام بيكون عندنا شيء طاش من الشمس، فيك تستعمليه على مده معينه. اهم شيء ما يقربوه على المنطقه القريبه على العيون، لان بتعرفي اتس فيري سوفت سكين، والجلوكوليك اسيد بيعمل لك سوفت بيلينج، سو ما في لزوم نقرب على العيون. بس اذا بدك تعملي سكين ناعمه تتخلصي من السكارز، اذا كان جرح علم او كذا عندك حبوب ما عادوا راحوا، تتخلصي فيهم بهيدا الكريم، تستعمليه الصبح وعشيه مثل كريم دو جور وكريم دو نوي على فتره شهر شهرين ثلاثه تكن تتخلصتي منهم على الجسم او على الوجه. كمان بنفس الوقت في كثير فيتامينز وبروتيين بيساعدوا انه يعطي نضاره وتبين بين الوجه يونغ، وكمان في عنده الإلاستين والكولاجين، وبتعرفي قد ايه هن ضروريين. مهمين اكيد. بتتخلص من التجاعيد، بيعطوا اكلا، بيصير عندك جلو بوجهك، بيصير عم بضوي، وبنفس الوقت بيعبيه بشكل انه بتبيني كانه عامله شيء لوجهك، يعني هالتريتمنت اذا بتستعمليه مزبوط على مده معينه رح يعطيك كثير افيه كثير منيح. إذا الناس ما عندهم مشاكل بالسكن تبعهم وحابين يعملوا سوفت بيلينج بس، لأنه كتير مهم إنه تتجدد الخلايا عنا تضل البشرة نضرة وصبية، فيهم يستعملوا مرتين بالأسبوع أو ثلاث مرات ماكسيموم مثل ما قلنا على بكرة وعشية، حتى على الرقبة بيساعد إنه يشد الوجه يتخلص من التجاعيد أول ما تبلش تتكون، وبيستعملوه كأنه تريتمنت عادي، كريم دو جور كريم دو نوي. الإفكت المميز اللي عنده إياه إنه بيشلك السكار، ما بيخلي ولا طاش، بيصير البو كتير ليس وصبية و مثل كل البروديات التالي. بتحبي تجربي؟ هلا دغري هلا صعبة. لا ريحته كثير حلوة، إذا بتشمي ريحته غادة ريحته كثير حلوة. معلي خلينا نفتحه للمشاهدين. بتحب تجربي؟ اسم الله جلدك مش بحاجة يعني، بس لا ابدا ابدا مش بحاجة لنجي. خلينا ريحته كثير حلوة. ايه It's very it's herbal كثير طبيعي البرودوي، وبعدين منه سميك. هذا الحلو اوقات حتى
برودوي على وجهك تحسي انه ابدا دبق وسميك هيدا هي بفتكر انه راحت خلص. ايه دغري بتشربه جلده وبعدين كمان بيقضي على النشاف. هلا بالصيفيه كثير نحن بتنشف جلدتنا وبعدين الستايل ستريتش مارك، يعني اذا ست كان عندها بيبي او نصحت وضعفت بصير في عنا هول ستريتش مارك البشعين، ايام بنضطر نروح نعمل ليزر او عمليه تجميل، هن بيضمنوا الشركة بتضمن انه اذا بتستعملي هالكريم على الستريتش مارك على مدة كم شهر بيروحوا بيختفي يعني 90% منهم. عظيم، هذا الشيء منه كثير موجود بغير ابدا كريمات اكيد حتى كل هالفعالية هيدا مزبوط. عن جد شربتها كلها اختفت ما بقى في شيء وريحتها كثير حلوه. فاذا اليوم غاده نحن كان معنا اليوفي الترا فاك اللي بتساعدك تتنظف وتطهر كل المساحات بالبيوت، وفي عندنا كان البابا دو كاراكول هالكريم المميز جدا يلي بيعطيك نضاره واكلال للوجه وبنفس الوقت بيقضي على التجاعيد على السكارز وعلى الستريتش مارك. هيدي ان شاء الله يكونوا هيدا قد ايه سعره؟ هيدا سعره 49 دولار. الحلو فيه انه يو باي 1 يو جيت 1 فور فري، يعني كان عم تدفعي نص الحق. نص حقه عظيم. هلا ماشي الاوف، ماشي هلا الاوف يعني لحقوا حالكم لانه هلا توزي اكثر من واحد اكيد اذا عندي كذا سبوت تو يوز يعني مزبوط. واللي عم بيعمل بيلينج كمان اذا يعني هالقد بيعمل بيلينج وهذا الناس ينتبهوا هلا صيف وهيك يستعملوا سان سكرين من بعده اكيد. ميرسي لك، نحن رجع نلتقى فيك جمعة الجاي اكيد بغيبه كمان دومينيك حتى نتعرف على اشياء جديده. ميرسي لك غاده. كمان مره رح ناخذ بريك ونرجع نتابع.